فيكي مهندسة بيسان عفاني. أهلا وسهلا فيكي. سعد صباحك مهندسة بيسان. خلينا نحكي بشكل عام، أنا بقضي أكثر وقت ممكن في مكان العمل، فبالتالي لازم تكون أكثر بيئة مريحة لحتى أنجز ويكون في فعالية في عملي. كيف ممكن نخلي مكان العمل أو المكتب اللي إحنا نتواجد فيه ساعات طويلة خلال النهار مكان مريح ويعطينا مجال أنه ننجز فعلا؟ اولا يسعد صباحك. هلا بالنسبه انه للمكاتب زي ما حكيتي انه راح نحاول انه بالواحد يقضي اكثر وقت ممكن فيه، فبدنا اول شيء ننتبه على اول شيء المكان، انه كيف الاضاءه فيه، الفتحات الشبابيك، الارضيات، هيش الموقع كمان، انه هذا ضروري كثير انه احنا ننتبه له. كمان توزيع المساحات، انه انا لما بستغل المساحه بشكل كثير منيح، يعني في مكان الممرات، توزيع الممرات، توزيع الجلسات، غرف المكاتب، الغرف الإدارية، هذا برضو بيلعب دور ان احنا بدنا ندرس المكان كتير منيح. يعني انا ما بيصير مؤسسة كبيرة وعليها ضغط انه اعمل فيها الممرات في مساحات ضيقة او القاعدة كمان انه تكون